بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، تتواصل انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا اليوم الخاص باللقاية من مسافة 4 كيلومترات، حيث بدأ قبل قليل شوطنا 12 الخاص بالقعدان وانطلق واندفع في هذا المساء على الهواء مباشرة لكل العالم، لكل من يتابع من عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. نبدأ مع المركز الأول، مكلف على المركز الأول لهجن مسيكة، المضمر هو سالم بن مسلم بن قنزول العامري مع المركز الأول، ينطلق في هذه اللحظة مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني شعار هجن الشحانية، ينطلق ويتدخل في هذا الموقف. في هذه اللحظة شعار هجن الشحانية وهو مثير على المركز الثاني لهجن الشحانية، يتابع جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثالث. نتابع الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني على المركز الثالث، ينطلق شعار المركز الرابع. يتواصل خطر لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس لوسيل لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني بمتابعة راشد بن عبد القادر البلوشي. هذه النتيجة متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، المراكز الخمسة الأولى أعلنتها لحضراتكم في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المميز في هذا الشوط في هذا التحدي. وأتابع شعار هجن مسيكة على المركز الأول مع مكلف اللي في صدارة ومقدمة هذا الشوط، ينطلق ويندفع هذا الشعار الجميل. يتابع هذا الاسم المضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري. المركز الثاني شعار هجن الشحانية، ينطلق مع المركز الثاني مع مثير في هذه اللحظة لشعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث من يتدخل ويقترب الشامخ لهجن سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني. المركز الرابع، نشوف المركز الرابع كفو يتدخل في هذه اللحظة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. المركز الخامس، المركز الخامس الرقم 6 على المركز الخامس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني وهو هملول. نعود أيها الإخوة المتابعون إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، هجن مسيكة على المركز الأول مع مكلف اللي في صدارته ومقدمة الشوط، ينطلق في هذه اللحظة يتابعه سالم بن مسلم بن قنزور العامري على المركز الأول. يا سلام، اسم خطير، شعار كبير، ينطلق يفتتح الكيلومتر الأخير، لكن الخطر قادم مع شعار سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني على المركز الثاني مع الشامخ. الله، كفو وصل، كفو وصل لهجن الشحانية، ينطلق مع المضمر سالم بن فاران المري. الله، المركز الأول، لا زال العصاب الأبطان مع المركز الأول مع الصدارة مع المقدمة مع مقدمة الشوط، عصاب الأبطان حتى هذه اللحظة مع المركز الأول. مكلف 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 مكلف، كلف بهذه المهمة وخوض تجربة أولى في هذا الموسم، ها هو ينجح في تحقيق الناموس والعصاب الأبطان. الله،
حتى هذه اللحظة. العصاقوس في هذه اللحظة يفوز وينتزع ناموس الشوط. ها هو مكلف ينتزع مع الشعار هجن مسيكة بمتابعة سالم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري والعصابة الأبطان. تهانينا والناموس. المركز الثاني كفو الهجن الشحانية. المركز الثالث الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني. المركز الرابع يصل هملول لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. المركز الخامس المحيط لهجن الشحانية. أيها الإخوة المتابعون، هذه النتيجة وهذا هو شعار هجن مسيكة. يحقق الناموس بدون أي أوامر وأعصاب الأبطان. تهانينا والناموس لهجن مسيكة ومالكها. تهنئة لسالم بن مسلم بن قنزوب بن حمرور العامري. التوقيت الزمني لحظة وصول مكلف إلى خط النهاية. توقيت الزمني الكريبي 6 دقائق 13 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كفو لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. توقيت الزمني 6 دقائق 15 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني عليه الرقم 1 واحتل المركز الثالث. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول 6 دقائق 22 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس.